مساحاتنا اللي هو بوفر فعلاً مساحة آمنة سهلة سريعة لكل السيدات والفتيات اللي ضحايا وناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، لأنهم يصلوا لمزودي خدمات مختلفة أو متعددة القطاعات. استخدام التطبيق هي العادات والتقاليد اللي كانت مخوفانا ومربية الخوف في قلوبنا، انه غلط انه نحكي انه نتكلم نطلع اي سر من اسرار البيوت، هيك بيعتبروه انه العنف اللي متسلط علينا هذا سر، هذا ما بينفع حدا يحكيه. لكن انا تجرأت وقدرت اني انزل التطبيق واتواصل مع احد المؤسسات ووصلوني للاخصائيات عن طريق الرقم المباشر، وقدرت انه يوصلوا لي هم، لاني انا ما كنتش اني قادره اروح لهم. وعرضت عليهم مشكلتي وعرضت عليهم العنف اللي كان واقع علي، وبالفعل تم حله، مش نهائي لكن انه تم حل جزء كبير منه.